متتبعي قناة البهجة للعقار، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وهذه الشقة الجديدة اللي غتشوفوا معنا ان شاء الله في هذا الفيديو. اذا كانت هذه هي اول مرة كتكتشف معنا قناة البهجة المتخصصة في العقار، فما تبخلش علينا بالضغط على زر لايك، زر الاعجاب لهذا الفيديو، وكذلك على المربع الاحمر للاشتراك في قناتنا باش يوصلكم كل جديد. مازال هناك جديد والجديد، مازال هناك شقق في مناطق مختلفة اللي غنعرضو في هذه القناة. اذا رجعوا للموضوع ديالنا، هو هاد الشقة اللي كتشوفوا معنا متواجدة، هاد الشقة هادي في الوسط ديال منطقة معمورة، وبالضبط متواجدة في الطابق الرابع من واحد العمارة تبارك الله نقية، وفيها دو اسانسور. المساحة ديال هاد الشقة هي 111 متر كاري، وهاد الشقة اللي كتشوفوا معنا كتكون من هاد لاكويزين اللي كتشوفوا، كذلك من 3 غرف وحمام اي تواليت سيباري. متميزة هاد الشقة لأنها قريبة من كل المرافق الضرورية، قريبة من وسائل النقل العمومية، قريبة كذلك من مطاعم مقاهي ومن المدارس العامة والخاصة بحكم المنطقة الاستراتيجية اللي كتواجد فيها، وقريبة أو على بعد خطوات فقط من الشارع ديال محمد الخامس، وكذلك قريبة من محطة القطار تي جي في. ومتميزة كذلك هاد الشقة اللي كتشوفوا معنا لأن عندها واحد 2 إطلالات، إطلالة من لاكور ديال العمارة، الخلف ديال العمارة، وكذلك إطلالة من الواجهة الأمامية ديال الشارع أو الواجهة ديال العمارة. والثمن ديال هاد الشقة اللي كتشوفوا معنا راه ثمن جد مناسب، وثمن اللي قليل فين ممكن تلقاه في هاد المنطقة. الثمن ديالها راه ما كيتعداش 74 مليون، وقابلة للتفاوض مباشرة مع صاحب الشقة. إذن ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عنا كذلك بالملاحظات ديالكم لأنها كتعتبر ملاحظات قيمة لتحسين من جودة هذا المحتوى اللي كنعرضوا عليكم في هذا القناة. إذن ما نطولش عليكم، نخليكم تتابعوا معنا الفيديو إلى آخره. كنشكركم على التتبع ديالكم، وإلى الشقة القادمة إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.